اهلا بيكم اعزائي متابعين القناه مره تانية. معاكم مستر باسم انور، معلم اول لغه انجليزيه وخبره اكتر من 15 سنه في المجال، ودي قناتي Study English with باسم المختصه بشرح المناهج الدراسيه والتاسيس في اللغه الانجليزيه. طبعا قبل ما ابدا الفيديو حاب اشكركم على مشاهدتكم ليا واشتراككم في القناه ودعمكم ليا، واتمنى دايما ان قناتي تكون بتفيدكم واقدر اقدم لكم كل جديد. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع فيديو في منهج كونكت 3. هنكمل lesson 2. طبعا احنا بدأنا بيونت 1، خدنا اول درس فيها اللي هو lesson 1 اللي هو في الفيديو الاولاني ده. lesson 2 في يونت 1، طبعا هسيب لكم اللينك في الوصف بتاع الفيديو عشان ترجعوا له لو حد فيكم ما شافش الفيديو بتاع lesson 1، فيستحسن هو يشوفه وبعد كده يشوف lesson 2. النهاردة هنبدأ بكلمات معانا. عندنا كلمة game يعني مباراة أو لعبة. تاني كلمة كلمة mommy يعني أم. تالت كلمة معانا clean ينظف. رابع كلمة make a sandwich يعني تقوم بعمل ساندويتش. خامس كلمة living room حجرة معيشة. سادس كلمة معانا help يساعد. سابع كلمة unhappy يعني غير سعيد. طبعا عندنا كلمة happy يعني سعيد، احنا كلنا عارفينها من الدرس اللي فات. بنضيف لها البريفكس او المقطع un اللي هو بيتحط في بداية الصفة فيعكس معناها، فانا عندي happy سعيد، unhappy غير سعيد او حزين. بعدها اخر كلمة معانا في الفيديو النهاردة هي كلمة kind يعني طيب او عطوف. طبعا اخدناها قبل كده، لما نكتب قبلها او نحط قبلها un تبقى unkind يعني غير عطوف او قاسي او شرير. kind عطوف، unkind غير عطوف. خلصنا السبورة، دلوقتي هنا الجزء بتاع الكتاب. في الكتاب عندنا الكلمات اهي game لعبة او مباراة، mommy ام، clean ينظف، make a sandwich تقوم بعمل ساندويتش، ممكن ننطقها ساندويتش او ساندويتش يعني ممكن ننطق الدي او ننطقها من غير الدي، النطقين صح. living room حجرة المعيشة، help يساعد، unhappy حزين. زي ما قلت لكم وانا بشرح الجزء بتاع السبورة ان كلمة happy يعني سعيد، بنحط المقطع un بيعكس الصفة happy سعيد، unhappy حزين. دلوقتي هناخد نص الدرس. معانا هنا وبتكلم مامتها. طبعا هنا زي ما انتم شايفين في الصورة شايفة مامتها وباين عليها التعب، فبتسألها بتقول لها مامي. خلوا بالكم هنا من الفصلة، الفصلة اللي هنا معناها يا ماما. مامي بالفصلة اللي هنا تبقى معناها يا أمي أو يا ماما. How do you feel أخدناها في الدرس اللي فات معناها كيف تشعر أو بما تشعر. فمامي بترد عليها وتقول لها I feel unhappy and tired. كلمة and طبعا احنا ممكن نحذف الدي واحنا بننطق، فننطقها and. بيقول لي عايز انطقها and ينطقها مفيش اي مشاكل. قالت لها I feel unhappy and tired او and tired معناها انا اشعر بالحزن والتعب. Why معناها لماذا، بتسأل عن السبب ليه. Because I have a lot of things to do and I must clean the kitchen. I have كلمة have يعني عندي، a lot of يعني كثير، من things معناها أشياء،
to do يعني لأفعلها، يعني عندها مهام كتير تعملها أو حاجات كتير في البيت تعملها. And و I must، كلمة must معناها يجب. Clean أنظف the kitchen، I must clean the kitchen يعني يجب عليها أن أنا أنظف المطبخ. فهنا هنا حست بتاع مامتها فبتقول لها أنا ممكن أساعدك. I can help you، هنا بتعرض عليها المساعدة. I can help you، أستطيع أن أساعدك. And so can Hani، so هنا معناها وكذلك، يعني أنا ممكن أساعدك وهاني برضه. We can clean the kitchen، we can clean the kitchen، نستطيع تنظيف المطبخ. فهنا مامتها استغربت شوية، قالت لها Are you sure؟ Are you sure؟ هل أنت متأكدة؟ يعني أنت واثقة من اللي أنت بتقوليه ده؟ هتنفذي فعلاً كده؟ هنا ردت عليها وقالت لها Yes, it's good to help you، من الجيد أو شيء كويس أن أنا أساعد. مامي بتقول لهم Now I am very happy، دلوقتي أنا سعيدة جداً. Thank you، شكراً. You are very kind children، you are very kind children. دلوقتي في الجزء ده هاني and Hannah are at home، at home يعني بالمنزل، in their living room. احنا بس هنزهي على living room زي ما انت شايفين بالشكل. They are talking to mommy. Talking معناها يتحدثون، بيتكلموا مع مامته. Mommy feels unhappy، تشعر بالحزن، and tired، والتعب. هنزهي على كلمة unhappy زي ما انتوا عارفين بالشكل. Hannah and Hani can يعني يستطيعون help her، يستطيعون مساعدتها. They can clean the kitchen، يستطيعون تنظيف المطبخ. Now mommy is very happy. Now معناها الآن. الآن ماما أو الأم سعيدة جدا. آخر محادثة في الدرس. هانا بتكلم هاني، بتقول له هاي هاني، أهلا يا هاني. واضح إن هي كانت بتلعب وجاية مرهقة. هاي هانا، أهلا يا هانا. How do you feel؟ كيف تشعرين؟ I feel thirsty and hungry. But we had a great game، يعني أدينا مباراة رائعة أو لعبنا ماتش كويس. فهنا هاني بيعرض عليها ويقول لها I can make you a sandwich، I can make you a sandwich، أستطيع أن يمكنني أن أصنع لك ساندويتش أو ممكن أعمل لك ساندويتش. هانا ردت عليه وقالت له Thank you، you are very kind، you are very kind، أنت طيب جدا، أنت عطوف جدا. Have some juice، have some juice، بيعزم عليها بعض العصير، يقول لها تفضلي عصير أو تناولي أو اشربي بعض العصير. قالت له Thank you. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى أن تكونوا تستفادوا من فيديوهاتي. وأوعدكم إن شاء الله أن هعمل شرح لكل المناهج الدراسية من الصف الأول ابتدائي لحد الصف الثالث الإعدادي بإذن الله إذا ربنا سهل. شكرا لمتابعتكم. أتمنى ما تنسوش في الشير واللايك والتعليقات، ولو لكم أي طلب في التعليقات اطلبوه مني وانا تحت امركم في اي حاجه. شكرا لكم. Goodbye.